طبعا سميت الشحر حسب ما يقال ان لكثرة الشحارير او الأودية الجافة الموجودة في على طول الامتداد من عمان الى أبين تقريبا او ما بعد أبين. رقيق الشخصيات القديمة والحديثة هناك شخصيات كثيرة انجبت هذه المدينة والشحر، مثلا عندنا حسين المحضار، عندنا محمد عبد الله المطرف، عندنا سعيد عبد الخير النوبان. مدينة الشحر مدينة قديمة، يعني على أقل تقدير أنها كانت قبل الميلاد، ودليلنا أنه بطليموس وضع خريطة 24 ميلادية كتب يرسم فيها العديد من المدن على طول الساحل، بعضها تقرأ وبعضها لا تقرأ، ومن ضمنها مدينة الشحر اللي سماها الإسعى أمبوريوم. وأعتقد أنه المدينة تشكل هي مركز للساحل كله الذي هو يعتبر الشحر من عمان حتى عدن وما بعد عدن، هذا منطقة يسمونها الشحر. طبعا سميت الشحر حسب ما يقال ان لكثرة الشحارير او الأودية الجافة الموجودة في على طول الامتداد من عمان الى أبين تقريبا او ما بعد أبين، فتلاقي ما بين كل شوية يجيك شحرور كلها تسيل الى البحر العربي، فتلقي على المنطقة كلها شحر، وفي الاخير تركز الاسم شحر على هذه المدينة بالذات لأنها تقريباً كانت المركز أو شيء من هذا القبيل. وهذه المدينة كانت مركز الشحر، أما الإسعى فهو كان ملكها الذي فترة من الزمن أسس هذه المدينة أو حول مركزه من قنا إلى هذه المنطقة، فكان اسمها الإسعى أمبوريوم يعني مركز الإسعى، والإسعى ربما يكون ملكها وربما يكون المنطقة التي حول المدينة هذا اسمها الإسعى. وقلنا أنه هدن هي قديمة قدم هذا الميلاد ميلادية، وكانت في فترات متباعدة عاصمة لهذا الإقليم، ثم هي عاصمة لمدينة لمحافظة حضرموت حتى عام 1910 عندما حول السلطان غالب بن عوض القعيطي عاصمته من الشحر إلى المكلة، يعني عام 1910. ولهذا في الفترة هذه انسحبت كثيرا من القضايا الشحر، مثلا قضايا الاجتماع والسياسة وال التجارة، وانسحبت وقلت أصبحت يعني على حسابها انتشت أو كبرت مدينة المكلة، وأصبحت هي العاصمة ما في ذلك شك ولا ريب. قلنا إن في مدينة الشحر هذه مرت على كل الدول التي كانت في الجزيرة العربية منذ الفترة الإسلامية وما قبلها وبعد الفترة الإسلامية، الدول المستقلة والدول التي نشأت في اليمن في صنعاء وفي غير صنعاء، وكذلك الدول التي نشأت في بلاد العربية كما الدولة العباسية وذلك في مصر أو الدولة الفاطمية وغيره، مرت على كثير من هذه الدول.
ففي كانت يوم الأيام عاصمة، في يوم الأيام كانت مدينة بسيطة تابعة لهذه الدول. هي يعني ربما تحصل أكثر من اسم للمدينة، يعني نحن في حضرموت هنا كثيرا، وليست في الشحر بس ولا في حضرموت ولا في اليمن الجنوبي، لكن مثلا أنت بتشوف دمشق لها أكثر من اسم، يعني مثلا والبغداد لها أكثر من اسم، والقاهرة، ونحن عندنا كذلك هنا عندنا نحن الشحر عند حتى سيئون الطويلة والتريم وشبام الصفرة، يعني الشحر عندنا أيضا لها أسماء. يختلف المؤرخين حول كلمة سعاد، لكن ربما على رأي الأستاذ بمطرف إنها كلمة الإسعى، هذا الإسعى تعرفت إلى سعاد، الإسعى هو حاكمها العزيلة اللي بالعرب يقولون له الإسعى، أو اللي هم اليونان والرومان ينطقونه هكذا الإسعى، وياب الاسم هذا هو الذي تحرف إلى سعاد. والرأي يقول إنه كانت أميرة تسكن أو حكمت الشحر أيام الدولة الطاهرية، وربما يكون اسمها سعاد، ربما يكون هذا الاسم من هنا. ومن بين الأسماء القديمة لمدينة الشحر كمان يطلق عليها أم اليتامى. أم اليتامى، أعتقد أطلق هذا الاسم أم اليتامى على أساس إنه في الفترات اللي والدويلات والقبائل التي حكمت الشحر متتابعة، وفي كل مرة معارك شديدة، وزي ما تقول المدينة كانت تنهب وتستباح، فقتلوا فيها الكثير، ويمكن عاشوا كثير من الأسر فاقدين الأبوة، فأطلقوا عليها يعني من كثر من عاشوا فيها من اليتامى، أطلقوا عليها أم اليتامى. للمدينة مثلا الاعتقاد بأنها كانت مدينة العاد، وأنها العاد هذا عادوا بعد ما صارت لهم المشكلة، عاد مجموعة كبيرة منهم إلى المدينة، وأصبحت هذه المدينة مدينة عاد. وحتى في أخبار، يعني أخبار الناس هكذا أنهم كانوا ينقبون في الرملة، في حي الرملة هنا، على أساس أنه معاهم إقامة مسجد هنا. ففي فترة من، طبعا هي المنطقة رملية، يعني فيها كبس، صار كبس، وجدوا داخل هناك يعني أساطين، يعني نقولها نحن هنا سواري، فظنوا أنها فعلا هذه هي القديمة، وأنه هذا هو مسجد أيام هود، لكن هذه هي أخبار ما حد يعني. وبعدين فهم هذا ما حفيش تنقيب مثل التنقيب للبحث عن تاريخ المنطقة. كثير من ما حكم الشحر يعني كانت على القبائل الحضرمية، اللي هي قبيلة الحموم وتعيان، هم اللي كانوا مسيطرين على المدينة، مدينة الشحر، حتى تقريبا جاءوا بعدهم قوضوهم قبيلة كندة أو قبيلة مهرية جات هنا واستولوا على، يبغوا يستولوا على مدينة الشحر ما فيها من خيرات ومينا وترانزيت، فما استطاعوا احتلال جزء من الشحر إلى منطقة دفيقة هنا، لكن السوق نفسه أو ميناء السوق اللي هي الشحر بقي لا زال مع الحموم، فأسسوا سوق سموها سوق شحر، موجودة هنا على ضفاف وادي دفيقة، إلا أن لم يكتب لها النجاح بالنسبة للسوق القديمة اللي هي الميناء القديم، واسمه قبل الشحر اسمه السوق، ولا زال اسم السوق مستولي على مدينة الشحر، فتلاقي بعض الناس يقول لك بروح السوق، يعني هي الشحر اسمها السوق، فما قدرت تنجح سوق الشحر اللي أسسوها المهرة، فقاموا صارت معركة واستولوا على الميناء الأساسي القديم اللي هو السوق، وطردوا منها الحموم واستولوا عليها، إلا أنهم ما نجحوا كثير،
لأن الحموم كانوا مسيطرين على المنطقة، فكانوا يقبضون المبالغ الكبيرة كل القوافل الداخلة للميناء والخارجة منها، فلم تنجح كثيراً أو لم تستمر طويلاً سوق الشحر اللي أسسوها المهرة أو حتى السوق الأساسية بعد ما سيطروا عليها المهريين. بين قوسي الأحداث تدور تفاصيل كثيرة نتناولها معكم ونشرككم في نقاشها. 5 سنوات بدون رواتب، انهيار الريال اليمني، نستدعي المعنيين ونضعكم في الواجهة بين قوسين على شاشة بلقيس. معالم الشحر كثيرة، لكنها وكانت زمان تبنى بالمذر أو اللبن اللي هو معجون الطين، وهذه ما كثيرا ما تستاكل ما تتآكل. يعني مثلا شوف هذا الحصن اللي عمره الآن حصن ناصر، هذا اللي عمره مع أيام دولة آل بريك، يشوف الآن أكثر من 200 سنة تآكل كيف، لأنه مبني من اللبن. وبينما هذا الحصن اللي أمامنا الآن هو حصن بن عياش الذي بناه القعيطي بالفترة اللي كان يبني فيها سور الشحر، لأنه من الحجارة عمر إلى حد هذا اللحظة. فالدكتور جواد علي قال إنه كثيرة من المنطقة هنا حضارة مستمرة قديمة، لكنها كانت تبني معالمها من الطين، والطين هذا السريع ما تأكل، لأن الطين يتأثر بالرطوبة ويتأثر بعوامل التعرية اللي تعمل على القضاء على المواد هذه، لكن الحجارة تكون أصلب، وهذا يعني معالم المدينة. بقيت الآن من المعالم الموجودة عندنا الحصنين اللي تكلمنا عليهم، حصن بن عياش، وهو هذا الحصن ليس هذا الأساسي، حصن بن عياش هذا قديم، ولكن ظل الناس يبنون مثل قبله كان حصن علي ناجي بن بريك، وطبعا تهدم هذا وقام على أنقاضه السلطان عوض بن عمر القعيطي هذا الحصن اللي سماه حصن الرياض، ولكن الاسم غلب عليها اسم عياش اللي هو بن عياش القديم. وهناك ترى رؤية على أساس أنه هذا العياش من يافع أسسوا هذا البناء، لكن الحقيقة ربما يكون هو أقدم من هذا، وربما يكون من أيام كندة التي حكمت الشحر ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، وفيها أسرة من العياش اللي ربما هي التي أسست هذا الحصن مبنى، ربما يكون كذلك. فقلنا أنه في الفترة الأولى، الفترة الإسلامية ما قبل الإسلامية، كان تحكم الشعر هذا قبائل قضاعة، لكن بعدين بعد الفترة الإسلامية هاجمتها كندة واستولت على أجزاء كثيرة من حضرموت. المعلم هذا اللي هو قصر بن عياش وقصر دار ناصر اللي هو هذا من خلفات الدولة البريكية التي سبقت الدولة القعيطية، وهناك برضو في بواقي من سور الشحر هناك من الجهة الشرقية للسور، في بواقي له، وفي المستيال حق وادي سمعون يسمونها الخيشة، يعني تركوا مجال لمستيال الماء فيها، يعني هو يعتبر جزء من السور باقي من المدينة، بالإضافة إلى عدد من المسالف، لأنه كانت في بوابتين
رئيسيتين في الشهر، البوابة الشمالية والتي هي يسمونها سدة العيدروس، والبوابة هذه اللي هنا اللي هي حق الخور، هذا سدة الخور. وفيها عدة مسالف موجودة وموزعة كمان على السور، مش إلا معتمدة الشهر على البوابتين، لكن فيها كمان عدة مسالف. وفي معصورات أو معصورة، معصورة يعني زي الكوت الحراسي، هذا كانت برضه من أيام الدولة البريكية موجودة. في معالم كثيرة أخرى، في معلم هنا كمان أو ضريح الشهداء السبعة اللي هي تعرضت الشهر لحملة تعذيبية من البرتغاليين في عام 1929 أو حاجة زي كده. تعرضت المدينة إلى الغزو البرتغالي وقاوموا وماتوا فيها الكثير من الشعب الشحري المقاوم، ومنهم سبعة مقادمة توفوا في هذه المعركة، قبروا ستة منهم في قبر واحد اللي هو ضريح الشهداء السبعة، والسابع منهم اللي هو أحمد بالحاج ابن الشيخ عبد الله بالحاج، هذا قبر في مقبرة والده أو في قبة والده في مقبرة بالحاج أو مسجد بن عتيق حاليا موجود. هذه يعني المعالم الآن الموجودة، الموجودة يعني تآكلت كلها، عندنا في الكتب موجودة كثير، مثلا الحصون كانت موجودة، المدارس كانت موجودة، يعني مثلا مدرسة مكارم الأخلاق شوفها الآن كيف كانت موجودة، الآن طبعا أعيدت بناها، لكن المدرسة البدرية اللي هي في القرن العاشر اللي هو أيام السلطان بدر، لكن لا تدري حتى الآن أين مكانها. شوف معالم تتآكل لأنها كانت تبنى بالطين، وبعدين بعضها تيصص وبعضها يروح بفعل الرطوبة وفعل هذا الكلام. عندنا مساجد كثيرة مثل مسجد الجامع الذي بنته كندة وهو في القرن العاشر أو في العام العاشر من الهجرة، شو ليس في القرن، إنما في العام العاشر من الهجرة عادوا أهل السحر ومعهم قبائلهم بعد ما أعلنت إسلامها وجاءوا لهنا، ثم بنوا هذا الجامع وكثير من المساجد التي لكنها الآن أعيدت، للأسف إنها لم تبقى كما كانت ولكنها أغلبها أعيدت، كما مثلا مسجد هذا مسجد باقرين، مسجد الشيخ سعد، مسجد كثيرة من المساجد الأصل القديمة لكنها الآن أصبحت بطرق أخرى، يعني بطريقة حديثة، يعني لم تكن فيها المعالم القديمة اللي كانت موجودة، وهذا عيبنا، يعني نحن كثيرا ما هدمنا معالمنا، بغيت إنه يعني نبني بشكل حضاري، ولكن كان الناس يشتون يعرفون كيف كانت تبنى، كيف كانوا يعيش الناس، لكن للأسف إنه هذا تروح بفعل العوامل، عوامل التعرية والرطوبة. بريق الشخصيات القديمة والحديثة، هناك شخصيات كثيرة أنجبت هذه المدينة أو الشحر. نحن يعني إذا كان مثلا نتذكر مثلا هذا مثلا الأخير مثلا عندنا حسين المحضار، عندنا محمد عبد القادر المطرف، عندنا سعيد عبد الخير النوبان، عندنا علي مسؤول الاقتصاد، هذا مجموعة كبيرة من الناس، لكن نحن كنا نبحث عن العلماء زمان وهم موجودين، ألفوا كثيرا من الكتب، مثلا العلامة محمد عمر بحرق، هذا ألف 33 كتابا أغلبها مطبوعة. الشحر زاخرة بالعلماء ومنهم الكثير، يعني العلماء مش واحد ولا اثنين، أذكر لك من الشخصيات القديمة سليمان المهري، هذا الملاح اللي كتبه لحد الآن تدرس، والشيخ بفضل هذا اللي كتبه لحد الآن في تدرس في طبعة آلاف المرات موجودة كتبه في تدرس حتى في الأزهر، الشيخ عبد الله بالحاج بفضل، ومن العلماء الحداثة الكثير، منهم بافقيه ومنهم بامطرف ومنهم المحضار ومنهم
الشحر تغنى على كثير من المدن الحضرمية، والشحر حصلت لها نصيب، وهو شحري بن شحري المحضار. تكلم فيها عن الشحر، منها كثير ذكر فيها الشحر، أمي الشحر والوالد جبل ضبضب مثلاً، قابليني يا سعاد، كثير من الأغاني الشحرية تحضرني الآن اللي ذكر فيها المحضار المدينة. وتغنى أيضاً على المكلا، وتغنى على سيئون، وتغنى على شبام، ما خلى يعني المحضار. يعني تكلمنا عن الصيادين، وفي الصيادين كانوا يمارسون كثير من حفظ الأسماك بالتجفيف والتمليح، يعني المالح، وبالتجفيف مع حق الخام وغيره، كمان يصنعون منه الصيفة، يصنعون برضو من هذا اللي هو الصيفة، بعضها للعلاج وبعضها دهن للصنابيق حقهم. يعني الصنابيق كانت تخيط، ومشان الفراغات هذه يدهنونها بمادة، هذه المادة اللي هي ينتجونها من الأسماك. شفت؟ هذا من قطاع الصيادين. لكن قطاع الحرف كانوا موجودة عندنا، مشهورة بالحلويات الشحر، مشهورة أيضا بصناعة الجنابي، صناعة والصاغة، وال يعني صاغة الفضة، صاغة وصناعة الجنابي أيضا، والجنبية الحضرمية كانت مشهورة عندنا هنا في الشحر. يعني ناس امتهنوا هذا العمل ويشتغلونه، يسقلونها ويصنعونها، ويعملون لها أيضا الغلاف اللي هو العابدي، وإلا يسمونه هذا الجفير. هذه كانت مشهورة، الآن ما عادش منها هذه الشغلة. أظن هي مينا الشحر بحد ذاتها مينا، مدينة ساحلية، فأغلب سكانها في الاصطياد وما أدراك ما الصيد، والسفريات إلى الخارج والرحلات البحرية، هكذا أكثر شيء يعني. ولكن في مهن بسيطة حرفية، من نجارة، من حدادة، من صناعة الفضيات هذه، وفي من الزراعة، ولكن مش داخل المدينة، على حواف المدينة المناطق هذه القرى فيها زراعة ولكن بشكل بسيط. الشحر تعتبر إحدى الأسواق العشر العربية، هناك عدة أسواق عربية وعددها عشر، كانت منها خمس أسواق تقريبا هنا في اليمن، وخمس أسواق برا اللي في الخليج، كسوق دبي، وسوق عكاظ في الحجاز، وسوق دومة الجندل شمال السعودية، وسوق صحار في عمان، وسوق في البحرين. كانت أول ميناء الشحر بالذات، أو كان قبل ما يسمى الشحر ميناء السوق قديماً، كانت هي كميناء ترانزيت، تستقبل البواخر الجاية من الهند والرايحة للهند ومصر والخليج. وميناء قنا اللي هي ميناء بير علي تعتبر ضمن حضرموت الشرقية، في عام 300 تقريباً ميلادية دخلت حضرموت الشرقية في ائتلاف ريدان وحضرموت، حمير الريدان وحضرموت أو زي كده التحالف هذا دخلت فيه، فتغيرت القوافل بدل ما تروح من شبام إلى قنا عشان توريد اللبان أو تصدير اللبان، تحولت القوافل من شبام إلى ميناء الشحر، ما زادها تألق وتطور يعني، صار اللبان يسوق من الشحر. Thank you.